ازيك رب، كيف بشر بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام. جيتكم يوم مقطع، جيت يوم مقطع اليوم شباب. الكاميرا اللوز الصراحه يعني صار لي زمان 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 شباب، يعني حلمي يكون عندي هيك شيء كاميرا بروفيشنال مثل هي يا شباب. صراحه يعني كاميرا على فكره جديد نازل، هي طيبين، هي السوني زد في اي 10 تو، النسخه معلم نزلت هالاسبوع يعني حبيبه والله. المهم طيبين، احنا اليوم ان شاء الله هلا انبوكسينج الخفيف اللطيف، طبعا مثل ما انتم شايفين شباب. ركز معي كيف هو المعلم السكوتشي، هي معلم اللزاق على حاله على حاله. المهم شايف في شغله يا شباب، عملنا تغيير ديكور خفيف لطيف ورا الشباب، راح نحسن بالامور بس ولكن اصبروا علي شباب، راح يكون امور ان شاء الله باللوز يوم الجاي. مثل ما انتم شايفين شاب الساعه يعني على حاله معلم. ها شوف شطيب، هاي مجهز المقص وراح نفتح مواد هالانبوكسنج شباب، شوف هالكاميرا شو وضعها معلم ونجربها ونشوف الوضع شو راح يكون يا طيبين. والله والله شباب هلا راح افتحها، هلا راح افتحها. شوف 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 عم بفتح فيها معلم. طبعا مثل ما انتم شايفين معلم الصراحه الواحد يفكر انه الكشكية صغيرة صغيرة بس، ولكن يعني افتح اوكي عم نفتح معلم. هي فتحنا، ها شوف معلم، شوف على حاله معلم على حاله. ها هي فتحنا هاي الاولى معلم، يا سلام نظبطها هيك. ايوه نعمل هيك، نرجع شوي لورا عشان يبين الامور باللوز. ايوه هي فتحنا، هوبا 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 هوبا. هي فتحنا اول شيء، هي فتحنا ثاني شيء. اول شيء طلع معي معلم، شوف معي هيك اول شيء طلع معي معلم، هي هدول صور شوي صور صور عم بشوفها هيك معلم. فهمت علي شو شيء يعني؟ هي عندنا اول وحده، هي اول شيء اوكي سوني. عندنا هي مثل مثل نوتيس ولا كلام انفورميشنات هيك على الكاميرا، ما حدا مو مكتشف شيء يعني معلم، يعني انه خلي على جنب. اوكي عندي هي عندنا شيء ثاني حبيبي والله نفس الشيء يعني معلم. انا بحبس هذا اكتشف الاشياء يعني مثل ما هي شوي شوي معلم، بعدين لما البحوثات راح احسن فيها. اوكي شباب مو طبيعي وزنه يا شباب، تقريبا تقريبا يجي بشي ربع كيلو ولا نص كيلو. شوف 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 واو 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 صراحه شباب والله اقسم بالله يعني شايفين معي، شايفين معي كيف معلم البروفيشنال شلون راح يكون. اوب 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 اوه ماي جاد اوه ماي جاد. شوف معي معلم، شوف طبعا بلش اشوف شيء هوني. شوف معلم، شوف شوف هوني طبعا هي جاي مع اوبتيك زياده معلم، جاي مع معلم هون السوني، وما سوني صراحه يعني شيء واو. هون مكان البطاريه، طبعا هون البطاريه معلم الشيء فهمت معلم، بطاريه كل بطاريه سوني بتركبوا لها بتركبوا لها معلم على الشاشه. هون في عنا الشاشه يا شباب، هون معلم في عنا شاشه باللوز. طبعا هون عنا شيء اللي القاعده بحط لها فوق القاعده للكاميرا الصراحة يعني. يا جماعة كيف شباب يعني هاي للفلوج التصويرات الخارجية راح تكون فيري باللوس. ايوه اه عم بتدور، اه طلعت اوكي. هاي الاوبتيك معلم اللي عندي اياها جاي معها يعني العدسة اللي جاي معها معلم. طبعا هي كان في منها بعدسة وبدون عدسة، طبعا العدسة معلم كلفتني 100 يورو اكثر اوكي. حسب الدولة اللي انتم موجودين فيها يعني تحقق تقريبا 1500 يورو هيك شيء اوكي. هاي تبعيت المايك، تبعيت المايك يا شباب، هاي تبعيت المايك هيك انحطت معنا هيك صار فيها مثل مايكروفون مثل ما انتم شايفين. الحلو بهالكاميرا الشباب مايك او بو 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 المعلم فيها شاشه، هون في شاشه وهالشاشه الشيء فهمته انه بتدور بتدور هيك معلم، بتدور هيك بتدور هيك عشان لما نصور مثلا نعمل شي سيلفي نصور هيك بهذا الشكل بلوز. يا سلام يا سلام. اوكي هلا شو راح الشغله شباب؟ اوكي هون شايف في شيء هون اون واوف، نسكرها شوي هيك اوكي سكرناها. هون معلم
بيعطوني اللانجويج تبعها. اوكي طبعا هلا هون عم بظبط المكان عشان يعطيني ساعه الكاميرا، فهمت علي شلون؟ اوكي وما بيعطيني الرقم يعني تاريخ الشهر وما شهر والاشياء، اي يوم واي ساعه، تظبيط الساعه وكل هالشيء اللوز. اوكي عن جد شي واو يا طيبين. واو يعني قولي الوان كيف صارت، وول مو طبيعي يا شباب، شوف الالوان كيف صايره. طبعا هون شفت شيء انه في شيء اسمه مودات، رجع المود هيك، هذا المود عندنا، هذا المود عندنا، هذا المود. واو ديم ديم ديم، شيء الحلو بهالكاميرا شباب. شوف وهذا المود عجبني معلم، التقسيم يا اخي طالع حلوه معلم، شيء باللوز. عندنا هذا المود الثاني، اوه طبعا هون شباب في اكثر من مود انتم شايفين. طبعا هون معلم شوف معلم كيس كاميرا صراحه شباب، والله شباب فتح نفسي انه يعني نرجع على اللوز من اول وجديد، اقسم بالله شيء مو طبيعي. طبعا انا الشبكة انا على البي سي، ركزوا لي على هالمود معلم، يا ايش هو. طبعا هي شباب هي مش بكل قواها الاسطوريه، اوكي طبعا لسه فيها تعديلات صراحه، لسه انا ما فهمنا بشكل. اوه معلم شغل افلام وما افلام، وهذا حلو، اي واحد شاب حلو. اوكي اي واحد شاب اكتبوا لي الدقيقه والثانيه اللي واو، لا مستحيل اقسم بالله مو طبيعي. رجع رجع هذا، اوه هذا المود سادس مود هذا، ما انتم شايفين يعني في مودات كثير بالكاميرا. رجع في اسطوري، شوفوا هنا نعم نعم، شوفوا بتعمل هيك زوم، زوم كيف بنعمل زوم؟ اه هيك زوم، شوف زوم شوف زوم شوف زوم. اوه برو دام دام دام. طبعا شباب هي راح تكون اول تجربه، اول مراجعه. شوف 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 الكواليتي شباب، شوف طبعا هي تعتبر الان، لان هي يا شباب يعني ال المود الاول مود، طبعا هون بيزداد له اكثر اشياء. يا الهي سواء بس شباب تحول هيك، نحول على الكاميرا الثانيه نشوف. طبعا انا هي شبكت الان بالكاميرا الويب كام العاديه كانت من شوي، سواء نفرجيكم من فوق، نطلع لفوق. لا 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 لا, لا. مستحيل معلم مستحيل. وهون معلم ما ضفت، اوه مستحيل، لا 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 ما. وين وين اللوف؟ شوف الالوان شاب كيف صايره جد يعني شيء. اوه عم بيعمل زوم هذا معلم، وين؟ اه عم بيعمل زوم بالغلط، غلط عامل هيك عامل هيك. اوبا دام برو. اوكي طيب الان يعني عملت بعض تعديلات وما لاحظ معي هيك، يعني صارت التغيرات شيء اسطوري صراحه. يعني قاعد بتفرج على عالم علام وبصور بنفس الوقت، يعني عن جد شيء يعني بروفيشنال شيء باللوز يا طيبين. طبعا عملنا هي التعديلات، اوكي هي يعني الاعدادات الاخيره اللي قدرت اعملها بهالكاميرا. اوكي طبعا هي الان شابكه على البي سي تمام، وان شاء الله بالفيديو الثاني شاب راح نصور بس ولكن بدقه اعلى واشياء ثانيه، فهمت علي حبايبي؟ اوكي طيبين نصحونا شو نقدر نعمل اللي بفهم الامور. اوكي ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع الخفيف اللطيف، ونشوفكم مقاطع جديده ان شاء الله وشي باللوز. وعلى خير، السلام عليكم.